حياكم الله مشاهدينا من جديد ومستمرين معكم في صباح الشارقة. مشاهدينا وصلنا الحين لفقرة التجارب الكيميائية، خلينا نسميها العلوم الترفيهية، يعني بعيدا عن المحتوى الجامد لعلوم الكيمياء مثل ما الكثير يراها. اليوم راح نقدمه بطريقة مشوقة وبطريقة مرحة مجموعة من التجارب اللي تحمل في طياتها الكثير من الفائدة مع الأستاذ أحمد غريب أخصائي علوم ترفيهية. صباح الخير أستاذ أحمد. صباح النور. صباح النور على كل الناس اللي بتشوفنا النهاردة. صباح النور إسماعيل. صباح الخير. صباح النور. هلا إسماعيل، شكرا. يا الله يعطيك العافية. أستاذ أحمد، اليوم عندنا طبعا مجموعة من التجارب الجميلة والمفيدة، خلينا نتعرف على المكونات الموجودة وبعدين نتكلم عن التجارب. اوكي، احنا النهاردة جايب لك هدية معايا. الهدية هي صرت سعيدة عشان الفقرة اللي فاتت كنا بنتكلم عن السعادة وعن الهدايا. جايب معايا تلج جاف. دراي ايس. دراي ايس، ممكن نشوفه هنا على الكاميرا. هذا هو. اوكي، تلج الجاف هو عبارة عن ثاني اكسيد الكربون في الحالة الصلبة، درجة حرارته بسالب 78 بالسالب. ممكن تمسك اسماعيل؟ لازم يلبس جلوفز. ده اللي كنا هنقوله. التلج الجاف ممكن هيلسع ايدك لو فضل فترة طويلة، هيلسع ايدك. بالظبط. التلج طبعا ثاني اكسيد الكربون هو غاز، بنحطه تحت ضغط شديد جدا بيتحول للحاله الصلبه. الصلبه تمام. لما بيرجع تاني يتحول من الحاله الصلبه ما بيمرش بالحاله السائله، بيتحول مباشره الى الحاله الغازيه. بالظبط. وده اللي بنسميه السبليميشن او التسامي. اوكي. مميزات التلج الجاف ان هو بيقعد فتره طويله. فتره طويله. اوكي تمام. بنقدر لو انا بنقل مجمدات من دولة لدولة، صحيح. لو التلج ما عنديش مش بيتحول لمية، فبالتالي مش بيبهدل العربية اللي بتنقل الحاجة او السيارة اللي بتنقل الكلام بتاعي. تمام. ويتحمل درجة حرارة اكثر، يعني هو بيقعد مدة طويلة. التلج العادي اللي هو من المية بتكون درجة حرارته صفر، ده سالب 78، فبيديني درجة تلج ليه ما يتحول يعني الصفر يبقى يتحول الى غاز وبيقعد مدة اطول. صحيح. طيب احنا طبعا عارفين ثاني اكسيد الكربون بيطفي النار ولا بيساعد على اشتعال؟ اكيد يطفي النار. تعال نجرب. اهو اكد كمان، دي شمعه. تمام، مجرد ما اقربها من هنا. بسم الله. ايوه. ايه اللي حصل؟ انطفت. انطفت مباشره على طول. ده غاز طبعا ثاني اكسيد الكربون اللي هو بيطفي النار اللي موجود في اسطوانات الحرايق. تمام. نعم. طيب احنا هنشوف بعض التجارب اللي بنعملها مع الاطفال، عشان دايما مش التجربه هي الهدف على قد ما احنا عايزين نخلق رابط بين المعلومه والتجربه مع الطفل. تمام. بس استاذ احمد، عاده يعني استعمالات الثلج اذا الجاف ممكن نسميه او هذا الثلج الجاف، عاده تكون في يعني الامور الخاصه بالتغذيه مثل ما ذكرت او لها استعمالات اخرى؟ في ممكن استعمالات طبيه، وفي ممكن بس مين اللي بيبقى اكتر في حفظ الحاجات اللي محتاجه حراره. ممكن تبقى ادويه، ممكن تبقى عندي كيماويات محتاجه تتحفظ في يعني موضوع الاجنه يعني العمليات وغيرها، مش الاجنه بالنسبه لعمليات التلقيح يكون فيها الثلج الجاف او لا؟ لا ما اعتقدش انه يكون فيه. لا. اوكي حلو. ممكن نعمل نقل الدم او الاعضاء مثلا، في ممكن حفظ الاعضاء. ممكن لو انا هحفظ عضو محتاج ان انا احافظ على درجه البروده بتاعه الدم فيه، عشان لما اجي اعمل عمليه زراعه العضو تاني اقدر احافظ على العضو نفسه. ممكن اكون بستخدمه في كده بسبب درجه البروده بتاعته العاليه. انا سمعت بعد يستخدم في سيارات السباق توقع، في بعض الماكينه او يعني نعم الخاصه بتبريد تبريد الموتور. تمام. نعم المحرك. تمام. اتوقع تمام. ممكن طبعا ده اكيد بيستخدم فيه برضه. حلو. نشوف ممكن دلوقتي نشوف حاجه من التجارب اللي احنا كنا بنعملها مع الاولاد. نحط تلج جاف. وين نقدر نحصل هذا؟ في مصانع للتلج الجاف. ممكن احس ان هو بارد. لا بالعكس. نحط ده محلول او سائل صابون. صابون تاني. اوكي. احنا عايزين ان شاء الله في احنا عايزين نعمل بابل. بابلز. اوكي. او فقاعات، لكن ضغطه ان شاء الله كبير. احنا هنحاول ان احنا
زي ما احنا شايفين، يمكن مش عارف واضحة في التصوير هنا ولا لأ. بسم الله. اهو. حلو. دي فقاعات. فقاعات في داخلها غاز او يعني دخان. وايد حلوة. بالضبط. يعني كيف ممكن نحن فعلا نوصل معلومه لاطفالنا من خلال هذه التجارب؟ بالضبط، هي زي ما كنت بقول في الاول ان التجربه مش دايما هي الهدف، ممكن ما نشوفش ان هي ليها فايده، بس لو طفل بيلعب بحاجه زي كده هيخلق عنده رابط في دماغه. المعلومه اكيد راح تثبت ان دايما في ان ممكن تلعب معانا. ايوه. انا لعبتي الله شوف انا اشوف ان اسماعيل متحمس، فكيف الاطفال؟ شفتوا كيف؟ هي حاجه لطيفه فعلا. هي اتوقع بس يخف الضغط شويه ممكن هتبقى هتبان اكتر. احنا ممكن نعمل الموضوع بشكل اكبر شويه، ممكن نضيف ثلج هنا. لو حابب تساعدني ممكن تاخد الجلاف بتاعي. اوكي. ثلج مع بعض. حلوه الطريقه الصراحه. اتذكرت الافلام. افلام الخيال العلمي صح؟ صح. هو بيستخدم فعلا في التصوير الافلام الخيال العلمي. صح. بيستعملون مثل هالافكت فيه. حتى هذه في بعض مثلا الاحتفالات يكون في الدراي ايس سموك ماشين. اللي هو لا السموك ماشين بتبقى ليكويد سائل. ليكويد. بس لا اللي هو اللي يكون على الفلور يعني ما لا. ده بيكون برضو السموك ماشين بتكون سائل. سائل. افضل لان بتكون نتيجته افضل، بنقدر نتحكم في التخاليف. ممكن نبدا نحط صابون هنا. نحصل على فقاعات، نبدأ نلاقي البوبلز لو مسكناها كده تبدأ تنفجر. بهدلنا الاستوديو شوية. بهدلنا الاستوديو يعني. بس هي التجارب ساعات بيكون فيها كده. تبغي شوية ثلج؟ دراي ايس؟ تحبي تجربي معنا؟ بس ذكر الأستاذ إني لازم ألبس قفازات. لازم الجلوفز؟ إيه. يلا. حلو يعني. في هاي يوم بتسوين طبخة ولا شيء يعني آيس كريم في البيت؟ طيب خليني أشوف. فعلاً مثل ما نشوف الحين. أوكي رشا شوفي في قطعة هنا صغيرة عادي يعني مسكيها ما؟ لا متأكد؟ على مسؤوليتي. طيب يلا. هو فعلاً بيلسع يعني حاولي بيلسع الإيد كأن في كأن لسعت بإيد. هو قال بتلسع وطاحت من إيدي. شوفوا ردة فعل يعني. شوفي كيف؟ خلاص؟ أوكي أهم شيء ما في بلونات. لا ما في. شو بالنسبة للتجربة الثانية؟ ممكن هنحاول نعمل بابل كبيرة. خليني أنا أرجع مكاني مرة ثانية. شكراً رشا. بس شفتي كيف يعني البرودة، كمية البرودة كبيرة. البرودة في عالية صحيح. طبعاً الحين تحاول أستاذ أن نحط يعني كمية من الصابون في. بالضبط. نحن بنحاول نصنع بابل. ان شاء الله مستمر. نبدا نحط بس صابون على الحرارة هنا. ان شاء الله تضبط يعني. ان شاء الله. هي التجارب العلوم دائما فيها محاولات. فيها محاولات صحيح. مره بتزبط. اوكي بدات تطلع بس اتحجرت. في فقاعات صغيرة يعني بدأت تتشكل في داخل الزجاج. احنا بنحاول نعمل فقاعة أكبر. أكبر نعم. ممكن نزود صابون أكبر. يعني نحن يعني أنتم الحين ضفتوا الصابون؟ أيوة صابون. أوكي وتمررونها فوق عشان يصير الطبقة. في طبقة من الصابون بحيث إنه يطلع من وراء الغاز. أوكي. بنحاول نخلق الطبقة هنا. ممكن نزود ثلجات أو ممكن تساعدني أنت. أوكي. المية. بس أستاذ أنت استعملت المي الحار صح؟ بيكون مية دافية أحسن يعني. أوكي على أساس إنه يكون التفاعل عشان ما يصير فوران أتوقع يعني. هي المية الدافية بتساعده أكتر إن هو يتبخر بشكل أسرع. ممكن في بابلز بدأت تطلع هنا عندنا. بشكل صغير. يعطيك العافية. طيب طلع نحن أيوة. طلع؟ نعم واضحة انفجرت. يعطيك العافية أستاذ أحمد، نحن شاكرين لك دائما يعني التجارب الجميلة. وشوفوا شوف الثلج كيف حتى تلصق ولصق مسك في
في طبعا في الطاوله. علميا نتكلم شوي نفسر استاذ احمد شو اللي صار بالضبط. يعني احنا حاولنا نحط صابون هنا عشان نبدا نطلع زي بابل او غشاء، نخلق غشاء. نعم. الغشاء ده لما ثاني اكسيد الكربون يبدا يتحول للحاله الغازيه يبدا ان هو يعمل الغشاء ده وينفخه شبه يكون شبه البالونه. نعم. ويكون جواه البخار او الغاز اللي طلع معايا. صح. فلما هنبدا ان احنا مثلا نفرقع البابل دي يبدا يطلع لنا الغاز بكميه اكبر. نعم. تمام. هي طبعا شكلها برضو تبقى للاطفال بتبقى افضل بكثير. صح اكيد مشوقه. يعني هم يستغربون كيف الدخان قدر يدخل داخل هذه الفقاعة. يعطيك العافية أستاذ أحمد. شفنا بابل. أيوة بالضبط هذه واضحة الحين وصارت تنفجر بطريقة جميلة. شكرا لك أستاذ أحمد يعطيك ألف عافية أكيد على هذه التجارب الجميلة. أستاذ أحمد من نوتي ساينس شكرا لك ولتواجدك معنا. إذن مشاهدينا لهنا وصلنا لختام مشوار صباح الشارقة لهذا اليوم. نشوفكم إن شاء الله باكر في حلقة جديدة تجمعنا وياكم. تقبلوا تحياتي وتحيا الطاقم العمل والكلمة الجارة. يعطيك العافية إسماعيل. نلتقيكم مشاهدينا غدا بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من صباح الشارقة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق العمل وتحياتي أنا رشا مطر. في أمان الله.